بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو التذكر وعدم النسيان، لأن في البعض بيشتكي كتير جدا من النسيان. وخلونا نقول بس أول حاجة إن في عندنا ذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى. قصيرة المدى يعني فيها معلومات بتاخدها سريعة جدا، فهي بتطير بسرعة. يعني أي معلومة بتقابلك فيه على مدار اليوم، فهي يعني في اللي هي ما بيحصلش فيها تركيز، فهي بتطير معلومة بتكون. يعني مثلا عرفت وانت ماشي، قابلك شارع، قابلك مرور، قابلك أي حاجة، فانت دي مش بتكون مركز معاها بالظبط، فهي بتطير المعلومات بسرعة. أما العكس تماما في طويلة المدى، أنت ممكن تكون تخزن معلومات على مدى السنة، على مدى يعني وأنت صغير بتبقى فاكر معلومات، وأنت صغير مثلا عندك 3 سنين فاكر إيه اللي حصل بالظبط أو الموقف دوت أو هكذا، أو أنت كنت حافظ حاجة معينة فتبص تلاقي أنت ذاكرتك جايباها بالظبط، فده بيحصل فيه تخزين في طويل المدى. طبعا ناس كتير بتقول طب اعمل ايه يعني، طيب المشكلة هل الواحد ممكن ياكل اكل معين علشان يغذي المخ او كده، او في مأكولات معينة؟ هو اكيد طبعا في اكل معين لتغذية المخ، بس اهم حاجة ان المخ بيتغذى على 3 اشياء، وهو الاكسجين والماء والدم. طبعا الاكسجين يعني مهم جدا للخلايا بتاعة المخ. الأكسجين طبعا لازم يوصل للمخ، إنك لازم تتنفس صح، يعني بمعنى إنك ما مثلا تحبسش نفسك في أوضة أو في غرفة ما فيهاش أكسجين، ما بيدخل لهاش هواء، يعني ما بتشمش كويس أكسجين. لازم تاخد نفس عميق علشان تضمن إن الأكسجين كله دخل في الجسم وبيفتح الرئة، وليه يعني ليه يعني فوائد عظيمة جدا الأكسجين للجسم نفسه عموما. تاني حاجة وصول الدم إلى الخلايا بتاعة المخ. طبعا تدفق الدم ده بيوصل عن طريق التفكير والقراءة السريعة أو القراءة نفسها عموما، إن الواحد بيقرأ كتير فبيحصل تدفق في الدم، فبتبص تلاقي الخلايا بتاعة المخ تشتغل، فده كل ده بينبعث على الذاكرة ويخلي الواحد يبقى عنده تركيز أعمق. طبعا مهم جدا ان الواحد يكرر المعلومة اكتر من مرة علشان تتخزن، دي برضو من عوامل الذاكرة، لان الواحد ما ينفعش يكرر المعلومة مرة واحدة ويقول ايه بس خلاص انا كده انا بنساها ليه. لا، انت حضرتك ما كررتهاش اكتر من مرة، فاي انسان لما بيجي يحفظ اي حاجة في الذاكرة لازم بيكون بيخزنها بطريقة صحيحة، بتكررها اكتر من مرة فبيحصل تخزين في الذاكرة. طبعا العقل بيركز على شيء وبيتجاهل أشياء أخرى، علشان كده إحنا بنقول يعني لازم الواحد لما يجي يذاكر أو يجي يعمل ياخد أي معلومات مهمة فلازم يركز فيها على قدر الإمكان ويكررها أكتر من مرة، فبالتالي هتخلي يبقى فيه تخزين في الذاكرة وما تشتكيش بعد كده من اللي هي المعلومة طارت منك. طبعا دي كمان من العوامل اللي هي بتأثر على الذاكرة. في حاجات كمان لرفع مستوى الذكاء. يعني عشان ترفع معدل الذكاء عندك لازم أكيد أول حاجة كمان شرب المياه. شرب المياه من الحاجات برضو اللي بترفع الذكاء، ولأن المياه المخ محتاج حوالي 80% من المياه، فأنت لما بتحرم نفسك من المية فده كل ده بيعود على المخ، فبيحصل تلف في الخلايا بتاعة المخ. فقلة المية بتقلل من التركيز والإدراك. كمان عندنا النوم المتقطع بيأثر على الذاكرة سلبيا فيما بعد، وبيسبب برضو الزهايمر. شوف يعني حتى النوم نفسه المتقطع طبعا اللي هو بيدمر الخلايا أصلا، لأن أثناء النوم ليلا بيزيل الكثير من الخلايا السامة، وانت الواحد نايم يعني في خلايا بتبقى سامة، في أثناء النوم الخلايا دي بتشتغل والسموم بتطلع، فبرضو قلة النوم دي من العوامل برضو المؤدية للزهايمر وعدم التركيز والتذكر والإدراك.
عندنا برضو حاجات التعرض للإرهاق المستمر، يعني بيبقى في الواحد مرهق دايما، وفي حالة توتر، وفي حالة قلق، وفي حالة من الغضب في اليوم. بص، تلاقي كل الحاجات دي برضو بتأثر على الدماغ، وبتأثر على الذاكرة، بتأثر على الإدراك، بتأثر على عدم التركيز. بيبقى الإنسان فكره مشتت، فبتبص تلاقي في عدم تركيز، فطبعا ما بيبقاش في ذاكرة قوية، فالواحد بيبدأ ينسى، ويبدأ ما يبقاش في تركيز، وما بيبقاش في عملية الواحد تخزين المعلومات. طبعا كل الحاجات دي مؤدية إلى التعرض للخلايا، بتدمير الخلايا بتاعة المخ. كثرة السكريات برضو من الحاجات اللي الواحد بيحذر منها، لأن بتقلل من كفاءة التذكر والتذكرة. يعني الواحد ما يكترش من السكريات. كل هذه الحاجات، يعني انت في حاجات بقى بتنشط الخلايا بتاعة المخ، منها مثلا الأوميجا 3، دي طبعا بتزيل الآثار السلبية اللي فيها. طبعا في حاجات مهمة جدا، الشعور بالأمومة، لما الإنسان مثلا بيشعر بالأمومة أو بيطبطب على ابنه، فده بيرفع كفاءة المخ. دي حاجات برضو من المؤدية للإعلاء بالذاكرة. في حاجات برضو، يعني لو قلنا في تدريبات مهمة جدا برضو الواحد لو عملها، دي بترفع مستوى الذكاء عند الإنسان. زي يعني أهم حاجة، طبعا أهم حاجة شرب الماء، الراحة النفسية، الأكسجين الصحي، النوم. والنوم، عايزة أفكركم كمان، النوم لازم يكون في غرفة مظلمة تماما، ويكون فاصل الأدوات الكهربائية علشان الأجهزة بتاعة الجسم تشتغل، فبالتالي كل ده بينبعث للجسم، وبينبعث للمخ والذاكرة. الحاجات دي، الأشياء دي كلها الواحد ما يستهونش بيها. في تدريبات بقى، يعني كان في ناس كتير جدا يعني اتكلموا في التدريبات ازاي الواحد ينمي الذكاء عنده، وينمي الذاكرة ازاي. فمنها برضو هذكر ان في بيعملوا تدريبات، مثلا لو في ناس قاعدة في غرفة مع بعضيها، بيحاولوا يقولوا مثلا كل واحد يغمي عينه، وكل واحد يقول لنا مثلا في الأوضة مثلا ايه الحاجات اللي هو شافها في الاوضه. فبيحاول كل واحد يحاول يركز على الحاجات اللي هو شافها، فبالتالي هو بيرفع مستوى الذكاء، لانه طبعا حاول يركز فيها، فهو مستوى الذكاء بيعلو في التركيز عموما. يعني لو الواحد ركز ويكرر المعلومه اكتر من مره، فبالتالي هو بيؤدي الى رفع مستوى الذكاء عموما. فدي معلومه برضو مهمه. طيب في الأكلات اللي احنا المفروض ناكلها، أكلات طبعا في أكلات مفيدة جدا، على رأسها التفاح الأخضر والموز والفواكه عموما، والأوميجا 3 والمشروبات، العصائر، الرمان، البرتقال، الموز، الكاكاو، حاجات كتير جدا، الجينسينج، حاجات مهمة جدا للذاكرة. فديت برضو بتقوي الذاكرة، بترفع مستوى الذكاء عند الإنسان. يا رب أكون أفدتكم بأي معلومة. وأهم حاجة يا جماعة، التكرار والتركيز، كل ده بيرفع مستوى الذكاء. وطبعا إحنا بنشوف القراء، في اللي بيقرأوا القرآن الكريم، ما شفناش حد اشتكى من الذاكرة، لأن هم بيقرأوا باستمرار يوميا، وده بترفع مستوى الذكاء. فأنتوا اقرأوا دايما، تقرأوا دايما، تعودوا على التركيز، إن تركزوا في أي حاجة أنتوا بتشوفوها، علشان كل ده بترفع معدل التركيز عندك، وبتكرر المعلومة أكتر من مرة، فهي بالتالي بتؤدي إلى رفع مستوى الذكاء عندك. وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتم بهذه المعلومات، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم نجلاء زايد.